البنات كي دايرين لاباس عليكم؟ كلشي بخير. ما تنساوش معايا يطلع لكم فيديو اللي خصكم رجعوا تخليو ليا بزاف ديال لي لايك، واحد اللايك زوينه في حالكم. اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم اول، وغادي ندير لكم لوك بوك، غادي نعاونكم شويه باش ندير لكم هكا لبسات تجيبو من الجامعه المدرسه ولا شلا حتى الخدمه. فخليكم معايا، قولوا لي البنات في لي كومونتير كيفاش جيت وزوينه ولا لا. راكم عارفين ولفت نقول لكم كيفاش جيت، بحال صحاباتي ملي كتكوني مع صحابتك كتقول لها كيفاش جيت، اولادك وزوينه ولا خايبه. قولوا لي البنات درت هاد الفلافي ولا ما عرفتش، كيقولوا لي قولوا لي في لي كومونتير كيفاش جاني، وانا نوار تنموت عليه. هذه القميجه اللي كنت خديتها بخمسة دراهم ولا مع 3 دراهم، ما عقلتش كنت خديتها من الشمال، ما عقلتش بشحال خديتها. وصافي يا بنات، اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم اشنو خديت من عند السوشيال كيوي، واحد السيت اللي كيدير لا ليفريزون بارتو، اللي عنده حويجات زوينين، وغادي نشارك معكم الحويجات وغادي نقول لكم الكاليتي واش طوب ولا فلوب. راكم عارفين كنشارك معكم داكشي زعما بصراحه، فخليكم معايا وما تنساوش اللايك. غادي نوريكم داكشي اون ديتاي وغادي نلبسهم، وفي نفس الوقت قلت لكم نلصق لكم لوك بوك. اول ارتيكل هو هذا، اول حاجه كيجي داكشي في ساشي مرتب وبالبلاكا، مكتوب هنا سوشيال كيوي ومكتوب هنا لي ريزو سوسيو ديالهم. غادي لي ريزو سوسيو ما عرفتش هي هذوك ولا لا، سوسيو لي ريزو سوسيو. غادي نوريكم البنات اول هوديز بيرو ولا ما عرفتش شنو كيسميوه، هو هذا يا البنات، حمقني وسطاني. اي حاجه يا البنات ما غاديش نقيسها لكم دابا حتى من بعد، وغادي ندير لكم لوك بوك. اولا فاش غادي نكون كنهضر غادي ندير لكم لوك بوك هنايا، اي حاجه قيستها بحال دابا هذا غادي نوريكم اش غادي تلبسوا داكشي. فكما كتشوفوا ها نتوما، شوفوا يا البنات هاد البير كيفاش كيجي كيسطي. والحاجه اللي حمقتني وسطاتني، راكم عارفين باش نكونوا واقعيين، الشينوا كامل لكم، الشينوا كامل ما كيديروش القطن، كلهم كيديروا النيلو، تيبان القطن من برا ورا النيلو من الداخل. هذا يا البنات قطن 100%، انا نوريه لكم بعدا. هو شوفوا كيفاش كيجي هذاك الخضر الملكي الواعر، خضر ملكي ناصح ماشي داك المشعشع. شوفوا كيفاش كيجي كيحمق، انا بعدا سطاني هذا واعر واعر بزاف بزاف، شفتوا. والكاليتي راه ما يمكنش يا البنات، شفتوا قطن قطن ها نتوما حتى من الداخل، شفتوا واعر واعر حمقني هذا. نتوما كالعاده قولوا لي شنو لاختيك اللي يعجبكم، ديما قولوا لي. هذه يا البنات غادي نعطي 9 على 10، ما نكرش نعطي 10 على 10، ما تقولي زدتي فيه، هذا فن بزاف كما قلت لكم من بعد، وغادي ندير لكم التنسيقات. وغادي ندوز يا البنات وغادي نوريكم هاد الكويميجا. نتوما عارفيني ديما كناخذ الحوايج لخواتاتي، فدابا كيكونوا عطيني 7 ديال لي زارتيكل اولا 8 شحال ما كانوا عطاوني، كل واحد فيهم تنعطيها تختار ارتيكل، ماما اختي الكبيره كلشي كلشي. فغادي نوريكم البنات هاد الارتيكل هادي ديال مولات الكوزينه، حتى هي قميجه فن صراحه، والكاليتي ديالها واعره 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 بزاف. وكما قلت لكم داكشي كيجي بالبلايك وكلشي. ها هي يا بنات القميجه، شوفوا لي عفاكم كيفاش كتجي، والبلاكه بحال اللي شارين داكشي من ماشي ماركه، فريمون واعره بزاف. ها نتوما في الكاشيري شوفوا، هذه اختي كانت باغاها في الباج ولكن كانت ما كايناش، حيت وفي الاخر قالت لي راه عندي بحال هاد القميجه تقريبا ثلاث بالي ماسيام، شوفي شنو ديري. فكتجي بحال هكا وكتجي طويله فن، كتجي هذه صراحه بالنسبه للمحجبات اولا غير المحجبات، تلبسيها مع سبرديله كحله ومع سروال كحل بوي فراند ولا سليم، وديريها هي اي حاجه كتكون مخطه ولا فيها الزواق، الا لبستيها مع الكحل كتبان كثر وكثر حسن من انك تلبسيها مع الجين. مع الكحل كتجي واعره وكتبرز الزواقه ديالها وكتبان لي موتيف اللي فيها وداكشي. فكتجي بحال هكا يا بنات وكتجي طويله، والتوب ديالها راه بلا ما نهضر لكم عليه ولا غلطه ولا غلطه ولا غلطه. شفتوا يا البنات كيفاش كتجي، هوبلا. وغادي ندوزو دابا للكويميجه ديال سيهام، هادي توب 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 وحماقت عليها. شوفوا يا البنات مكتوب هنايا السوشيال كيوي، وهنايا لي ريزو ديالهم وداكشي، هما داكشي منظم بزاف. وغادي نشوفو القميجه ديال سيهام، كيما قلت لكم انا مكنخلي حتى شي وحده في خواتاتي. هادي يا البنات روعه 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 روعه، واخا نبقى نهضر عليها حتى للصباح. هادي الكاليتي واعره واعره. شوفوا يا البنات كيفاش كتجي القميجه، شوفوا لي عفاكم، هادو هما لي شوميز اللي ولاو دابا كيجيو اوفر سايز، وكيجيو واعر مع سليم مع بوي فريند مع جين موم مع اي حاجه. عفاكم نتوما شوفوا لي الكاليتي وحكموا. شوف علاش كاينه في الجهه الاخرى؟ ماما راه كنصور تسجلتي كنت كنهضر مع ماما. ها نتوما يا البنات شوفوا كيفاش كتجي. وغادي نزيد البنات مولات لي زاكسيسوار، اختارت واحد القبيه واعره، انا صراحه اللي كنت اختاريها فريمون طوب، جاني ميساج فريمون طوب طوب ديال بصح واعره. شوفوا طاحت البلاك ولا لا،
عرفتو حمقتني وعرفتو الحاجة اللي عجبتني البنات فيهم والله بدون زيادة ولا نقصان أن الجودة خطيرة. شوفوا لي عفاكم بلاتي اش ندير لها السلسلة هذيك لا قبيلة أنا نلبسها. قلت له أختي شنقول لك حالك الحوايج كان لبسيها وأنت أختي تلبسيها لبسيها. شوفوا يا البنات شوفوا بلاتي شوفوا لي عفاكم شوفوا لي عفاكم القبيات كيفاش دايره. هادو راهو خارجين طوندونس يا البنات. وبالنسبه للبنوتات اللي كيعجبهم قبيات بحال كنسيروا غير السملالي ولا حوايج ديال الدراري راه كاينين والكاليتي ديالهم طوب كتلقاو 150 درهم 180 130 على حسب شطارتكم على حسب الكاليتي. شوفوا يا البنات كيفاش كتجي كتجي فن بزاف. هذه لبسيها ولبسيها مع الجين وديري شويه ديال الماكياج وسيري اختي لافاك ولا هذه ولا الخدمه الخدمه لا قبيه شويه ومع حسب الخدمه ديالك. الكاليتي ديالها واعره والقب ديالها كبير فريمون فنه. بالنسبه لي طاي كاين اللي خديت ام كاين اللي خديت اس بحال تلك الخضر واقيلا ام القميجه الغوزيه ام القميجه ديال سهام ام هذا حتى هو ام. طاي ديالكم يا البنات خدوها ولا غادي نخلي لكم كود برومو فريمون فنه فنه فنه. انا غادي نقيس لكم كما قلت لكم كلشي وندير لكم لوك بوك اي حاجه غتكونوا شفتوها هنايا ولا غادي نخلي لكم فيديو المهم اي حاجه درتها نتوما معايا انا اكيد بقى شي حاجه. المهم غادي ندخل لكم هاد السروال هذا اللي بقى وسط الفيديو حيت غادي نكون سيرت لكم الفيديو. وصلني حتى هاد السروال ها هو يا البنات بوي فريند كيجي في هاد اللون ها هو يا البنات. شوفوا ما بيض ما بحال بلون كاسي. انا كنت الصراحه كنت بغيتو بيض ما ماشي بيض ما ماشي مشكل في هاد الايبات هادو ها هما بوي فريند ماشي بوي فريند هذا صراحه هذا بحال اللي نقولوا جين موم ولا ما عرفتش كيقولوا له جينات هابط نيشان انتوما اوكي يجيو بحال هكايا هابط نيشان. هذا صراحه مازال ما قيسوش ما عرفتش واش غيجي قدي ولا لا. شفتوا يا البنات الكاليتي ديالو صراحه واعره انتوما خديت طاي ام سراول انا خديت طاي ام وكيجي هابط شفتوا انا حمقوني في هاد اللعيبات هادو كيجيو فنيين. وكما قلت لكم اي حاجه راه غادي نقيسها لكم ونسقها لكم باش نعطيكم فكره على كيفاش كتجي الحاجه وحتى نعطيكم افكار بالنسبه للبنوتات اللي كيحيروا ما كيعرفوش شنو يلبسوا. هذا حتى هو وصلني من عندهم. وصحباتي الغزالات غادي ندوزوا لاخر حاجه واللي هي واحد الحاجه اللي فنه او بنت اختي قلبتني حيت انا كنت كنختار في لي زارتيكل اللي تصيفط لي اللين ديالها قالت لي راه بقيت هذه بغيت اختي هذه وانا قلت لها هذه راك باغاها معاك راه حمرا وشي طاقيه حمرا تجي واعره بزاف. ها هي يا البنات هاد الجاكيطه هادي اللي واعره 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 بزاف يعني كثرش من واعره صراحه عرفتوا راه مايمكنش كتجي كتسطي في اللبس بلاتي. شوفوا يا البنات كيفاش كتجي شوفوا لي عفاكم شحال واعره شوفوا لي عفاكم الجوده ديالها. هادي الاس بالنسبه للبنات اللي كيلبسوا الاس ياخذوها شوفوا اللي كيلبسوا الام ياخذوها داكشي كيما قلت لكم بالبلاكه ديالو. وشوفوا لي عفاكم الكاليتي شوفوا لي عفاكم الجاكيطه واعره حمقاتني وسطاتني فن ان شاء الله المره الجايه ناخذ فيها الام. عرفتوا هذه البنات كتجي مع شي بوي فريند وكتجي مع سبرديله ولا بروتكان ولا اي حاجه وكديري واحد الطاقيات كيجيو مايل. انا راه ما كنت كندير بحالهم العنيفات في الاحمر تكوني دايره شي عكر احمر ناري كيجيو واعرين بزاف حتى الكشاط ديال القصير ولا هذه كتجي فنه الكاليتي واعره بزاف بزاف البنات. الحاجه اللي غادي نقول لكم على هذا السيت هذا ديال سوشيال كيوي غادي نعطي تسعود على 10 حيت حتى شي حاجه ما خايبه حتى شي حاجه حتى شي حاجه كلشي الكاليتي ديالها واعره. كنت كنتمنى اني نلقى شي حاجه خايبه ولا ما تعجبنيش داكشي كيما شفتوا في التصاور كيما وصلني وحسن من التصاور هما الطريقه ديال التصوير ديالهم ما مصورينش الطريقه زوينه مني مباشره احسن 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 اختي قالت لي كانت يبان داكشي حالته مكشرد مباشره احسن واحسن. قولي في لي كومونتير شنو اللبسه اللي عجبتكم كثر وكما قلت لكم راه اي حاجه خليت لكم البيسات تنسيقات كيفاش تنسقوا الجامعه كيفاش تنسقوا فين ما كنتي جامعه القرايه الخدمه اي حاجه وقولي لي شنو هي اللبسه اللي عجبتكم بزاف. نسيت كنسقكم واحد الحاجه باقي واحد الارتيكل واحد السروال اللي انا لابساه دابا ما غاديش نحيدو غادي نلبسو نوري لكم ملبوس البنات. وبالنسبه للسروال هو هذا ها نتوما ديجا تكونوا شفتوه فاش كنت كنقيس لكم عرفتوا راه كيجي واعر بزاف بزاف الكاليتي ديالو راه ما نهضرش عليها يا البنات. شوفوا لي عفاكم الجين عرفتوا راه ما يمكنش تجين شحال واعر وبوي فريند حقيقي تخلاه بوزبال حقيقي عرفتوا واعر واعر بزاف حمقني يا البنات. ودرتو مع هاد اللبسه كنت خارجه وهاد اللبسه درت مع داك السنطه اللي درتها مع لافيز درتها هنايا عرفتو جات واعره بزاف. انا جات فنه بحال دابا هادي راه اللبسه واعره.